موجز الأخبار السياحية من تحو إسبرس، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. إجراء لقاء تنسيقي خاص بممثل وكالات السياحة والأصفار المنظمة للعمرة. إمضاء اتفاقية بين قطاعي السياحة والتضامن الوطني لمرافقة الأحداث في الحياة المهنية بجيجة. غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الأغواط تعقد اجتماع الهيكل المنتخب. ووزير السياحة والصناعة التقليدية بتونس يتابع مشاغل حرفي قطاعات الصناعة التقليدية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشرف أمس المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة سبقاك عبد الرزاق على لقاء تنسيقي جمع إطارات الديوان الوطني وممثلي وكالات السياحة والأسفار، والذي جرى حول المشاركة في تنظيم العمرة باستعمال تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم التطرق في هذا اللقاء لواقع نشاط العمرة لا سيما في ظل استمرار جائحة كورونا والتي تسببت في توقف النشاط منذ أكثر من 9 أشهر. أمضت أمس كل من غرفة الصناعة التقليدية والحرف جيجل والمركز المختص في إعادة التربية بالطاهير بمقر مديرية السياحة اتفاقية عمل وشراكة تهدف إلى تأطير دورات تكوينية للأحداث الموضوعيين بالمركز تشرف عليها الغرفة لتأهيلهم من أجل الحصول على شهادات تسمح لهم بممارسة نشاطهم. عقد أمس بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالأغواط اجتماع الهيكل المنتخب، وهذا تحت إشراف رئيس الغرفة وأعضائه وبحضور كل من مديرة الغرفة وإطاراتها وإطار من مديرية السياحة والصناعة التقليدية، حيث تم التطرق في هذا الاجتماع للنشاطات التي يمكن إنشاؤها وتطويرها، كما تم تحديد محاور الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الوكالة. أجرى وزير السياحة والصناعة التقليدية الحبيب عمار اليوم لقاء مع رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية صالح عمامو بمقر الوزارة، حيث أكد الوزير حرص الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة على النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والعاملين فيه كونه أكثر القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا. نهاية موجز أخبار السياحة من تحو إسبرس، إلى أن نلقاكم في عدد جديد، دمتم أوفياء.